سيدي انني خارج دابا من الخدمه ديالي، خارج من الخدمه ديالي. هاد الماطر هادو باعوهم منا في هنايا، كنشريوهم مكازا من بديت كارت كريز كيعطيوه لنا في لا فيزيت مطبوعه ناضيه 49، وكنجيو هنايا فاش كنجيو من خدمتنا عيانين، كنجيو باغي نوصلوا لديورنا باش نرتاحوا. انت شفتوا هاد الحاله هادي وكيحي الاشكال هو انهم حيدوا لنا الماطر ديالنا. قال لك اسيدي بان الماكينه كبيره، الماكينه كبيره يوقفوها من الديوان هذيك الساعه، ما يبيعوهاش لينا حنايا وحنا يعذبونا هذا العذاب. هذا راه حشومه، كاين الديوانه معذبيننا هكا، راه ما هادشي راه الله الله لا ياخذ الحق في هادشي. هذا اخويا حنايا تصحاب الدراجات هادو ديال المطر ديال شينوا، خويا عندنا مشكل تلقاوه. شناهو هاد المشكل هذا؟ هو خويا حنا تنشريو المطر بوراقنا بكلشي، شهاده الملكيه من لا ميزو فيها كلشي، ياك هما اللي عندهم مشكل. مشكل عندهم هما، تيقول لك لا حنا عندنا خويا مطر الفراق 49 هو خارج الماكينه 110. حنا هادشي هذا ما عندناش فيه مشكل، حنا كنشريو من لاميزو كنتسلمو الملكيه، بدا شي قانوني. حنا ما عارفينش في هادشي هذا، غنمشي للفوريان ومن الفوريان انا نعاود لك الاجراءات خويا طاب بار طاب. الله يحفظك. ملي تنديرو لا فيزيت تقولوا لينا والو، والو كتعطي تخلص 220 درهم في لا فيزيت، ياك ما تيقولوا لك والو، كيقول لك اجي تاخذ الملكيه ديالك في لادات فلاني، ياك هذا المشكل هذا. من نهار شريت الموطور وانا تنتخبى على البوليس تنهرب عليهم، وغير دابا 3 ايام خرجت الموطور ديالي من فوريان، ياك بسبب شنو؟ ما دايرش كاسك، انا جاي من طريق خدام، جاي من طريق حي الرياض، شدوني في السوفيتيل، ما دايرش اخي ما دايرش الدري اللي معايا ما دايرش، ماشي مشكل ياك، ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل هو دابا انا غادي على اساس غادي قال لك الانتيردي وهادي لصقوا لي شي حوايج ما كاينينش، باش نقول لك فهمتيني، ولاو يعمروا هاد البوليس، ولاو يعمروا شي حوايج ما كايناش. شوف اخي هادو خصهم يديروا معنا شي حل لهاد الماطر هادو، هاد الماطر هادو راه بزاف، راه عذبونا حنايا، راه ما عندناش امكانيات باش نمشيو ترونسبور، راه خدامين بصالير تسميك ما طايح، راه بالسيف ما نشريو موطور باش نمشيو نديبلاصاو به بلايصنا الخدامينا نقضيو به حوايجنا، فهمتي؟ راه خاطر مني حنايا كيديروا لنا مخالفه، خصك عرفتي العذاب الاليم اصاحبي، تجري في الطاكسي تمشي للمحكمه سيرفيس ديميل وترجع للكوميساريه وتمشي لهادي وتمشي للفوريان، وتخيل معايا مول الفوريان ما تعرفش لاداش وقتاش دخل الموطور عنده، خصك تمشي ترجع تسول مول ديباناج وكلشي زايد مول ديباناج دوبل تريبل تخلص عليه. واخويا لي شارج بزاف، وهادشي هذا اللي بزاف ديال الاجراءات بحال راه شادين لي انا بنت لي اصاحبي، راه هادشي هذا راه بزاف. قانوني وريقاتو موديل 2020 ياك، ها هي الماكينه قدامهم شافها ما فيها حتى شي رقم، حتى شي رقم يعني 49، هو قال لك لا خاصها تكون فيها 49، السيد عنده موطور عاوتاني تمحات ليه 49، قال لك لا خاصها تكون ضروري 49، واش هادشي هذا خويا ديال 110 49؟ حنا مالنا ليه؟ حنا مواطنين خويا، يديروا شي حل هما ما يدخلوهمش من الميناء، وهذوك اللي عند اللي مفتسيني وهذوك الوراق وكذا مع الشناوه وداك الحماق لما كنت يدخلوا لهم في كراطن ما يجيبوش لنا ديك كونتونيرات يخليهم عندهم ويديهم من تما كاينه يشعلوا فيهم العافيه بحال الحشيش ولا شي حاجه تيشدوها كيشعلوا فيها العافيه. حتى انا ديك كونتونيرات اللي داخلين من لابور ديال الشينوا ما خدامينش لولاد الشعب ديالهم يشعلوا فيهم العافيه، ولا غادي يشعلوا في راسنا العافيه خويا. وصلت للعدم كلشي زايدين فيه العالم الرياضي، لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين اخي جوج كيهضروا زوين، واحد حكار اخي، واحد اخي جوج اخي حكار، غنجيك من الاخر للاخر اخي. باش ما نخرجوش على هضرنا على المشكل. المشكلة اخي هي اخي الحكرة الموطور الا تخبط اخي سيمانة عاوتاني خبطني دابا ما عندي لا مخالفة لا والو، قالك دوز اخي لياجر موطورك حضر الماطر، اش غندير معاك؟ اش غدير معايا؟ قال لي حتى بلاش غنعطيك موطورك، وموطوري غيطلع للديباناج، ما كاين لا غيعطي لي ما لا والو. علاش حبسني؟ مقادين كلشي مقادش، باغي يصدع هو من عقله الله اللي عالم، واش يقول لي الرويضة مفتوشة ولا يقول لي كارت بوطاير الله اعلم اش غادي يقول لي اخي هو. غنجيك من الاخر هادو حكار اخي. هاك خاي هضر ها وما عارفش على اصل علاش غير جايبني زيد قال لك حتى لها قال لك وشوف واش غادي ديروا، واش غادي دير اخي؟ انا عندي عروس راه موطور هذا اسمح. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.